صحيح، هو يوم إعلامي مع المترشحين، ما زاد ما ننساوش كون هو يوم إعلامي ضم ثلة من الإعلاميين، ونشكركم بالمناسبة هذه على الحضور، وكيف كيف ضم زاد ثلة من مكونات المجتمع المدني، وهذا الكل في إطار أنه التعريف بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس المحلية والجهوية والمجالس الإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وصلاحيات كل مجلس، هذا الكل حبينا لخيان الكل يطلعوا عليه، وبعد خذنا مباشرة في القواعد والإجراءات المنظمة الحملة الانتخابية، واللي هي مرحلة هامة معناها ننتظروها في القريب العاجل، ونأمل أنها تتعدى في أحسن الظروف. حضور معناها همة معناتها عدد 270 مترشح من مختلف معتمديات الدائرة الانتخابية صفاقس واحد، 241 مترشح على آلية التصويت و29 مترشح على آلية القرعة. احنا طبيعة الانتخابات هذه عرفنا كونه فما مترشحين معناها جدد على المجال الانتخابي أو مترشح أو ولا زاد كيف مترشحين ما وراهمش معناها أحزاب سياسية على خلاف المحطات الانتخابية السابقة، هذاك علاش احنا في إطار معناها تعريب الإجراءات وخاصة الملفات والسجلات الواجب مسكها خلال الحملة والإجراءات المتعلقة وبالقواعد المنظمة للحملة حبينا نحطوهم على اطلاع، باش هكاك احنا نحميهم من جميع المخالفات، خاصة في علاقة بالمخالفات أثناء فترة الحملة ولا حتى في المخالفات المتعلقة بالمراقبة اللاحقة اللي تقوم بها محكمة المحاسبات.